تزال الأعمال جارية في مكب جحر الديك للنفايات شرق مدينة غزة للسيطرة على النيران المشتعلة منذ عصر يوم الجمعة الماضية. طواقم بلدية غزة ومجلس الخدمات المشترك للنفايات الصلبة في محافظتي غزة والشمال وجهاز الدفاع المدني موجودة في المكان منذ اللحظات الأولى تحاول السيطرة على النيران، لكن مع اشتداد الرياح ليلة أمس وارتفاع درجات الحرارة اتسعت رقعة النيران المشتعلة في المكب لتصل إلى 50 دنما بشكل متفرق من المساحة الإجمالية لمكب النفايات شرق مدينة غزة والتي تبلغ مساحته 220 دنم. هذه النيران المشتعلة حتى هذه اللحظة تشكل خطراً على البيئة والصحة العامة في مدينة غزة نتيجة انبعاث الأدخنة السامة في المكان وامتلاء الأجواء بهذه الأدخنة التي تشكل خطر على حياة السكان. بلدية غزة تناشد كافة الجهات والمؤسسات المحلية والعربية والدولية بالتدخل العاجل والمساعدة في إطفاء النيران من خلال الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر والسماح بإدخال المعدات والآليات اللازمة لعمل الطواقم في مكب النفايات شرق مدينة غزة. الإمكانيات الموجودة في المكب لدى الطواقم العاملة ضعيفة جدا ومحدودة بفعل الحصار الإسرائيلي المستمر لسنوات طويلة.